لا بص، قلنا دول امتحانين كده من عند النت، هنحلهم اورال وبعد كده نروح الملزمه. The village a very quiet when I lived here. The village Lamar. لا بيقول لك when I lived. When I lived. ووز. كده صح. يبقى ذا فيلج ووز. مثل ذا بيت فيلج شكل. يا حبيبتي، ده امتحانين على النت يا جماعة، امتحانين. يبقى ذا فيلج ووز. بعد كده بيقول لي I played A with my cousins. I played games. Three. هي هتقولها كله. I used my A to bend my bag. I use my finger عشان اقفل الشنطة صباعي، يبقى I used my finger. Did you A your homework? Did you do? بعد كده Egypt is famous for. Egypt is famous for a. سيبك من الامتحانين دول لما اظبطهم عشان هما ايه. تاني نفتح الملزمة عادي. افتح الـ O level اللي هو الحكومي، الجزء الحكومي. بنتي جاية مين يعني يا ماشي، مصر؟ بيجي 7 حليناها اللي هو الكونكت العادي. ها طب ايوه يا مصر، 9 حاليا بنتي 7 ايوه و8 يا مستر حلينا و9 و10 و9 لغاية لغاية كام؟ 20. مستر احنا حلينا اللي تشيت كله. التشوز كله حليناه. طيب مستر سؤال جنرال بس، نخش على الامتحانات. مستر ايوه من اول ساكت طيب جدا. التست ديت حليناها برضو. حلينا 1 و 2 و 3 بس. مش انا عندي سؤال سؤال، نعم في فيديو 18 نمبر 3 بيقول لي نقط مور سولار انرجي تو ستوب بوليوشن. ده امر اصلا. بيج 18 نمبر بي في رقم كام؟ الاستوديو بيقول بيجي لك تي. use more solar energy، استخدم طاقة شمسية أكتر. ليه مش ليه ليه using يوزنج ليه الإجابة دي؟ هو بيقول لي فين؟ نعم 13. ما هو في بص عندك، في عندك تو ستوب، انما لو قال لك يوزنج صوت يا حبيبي، لو قال لك لو انت عايز تستخدمها يوزنج هيبقى تركيب الجمله هيختلف. هتقولها ازاي؟ يوزنج مور سولار انرجي هيلبس تو ستوب، هيلبس يساعد. يا حبيبي اسمع بس ما تقطعش. هنا انا بقول لك اعمل كذا لكي تفعل كذا او ليحدث كذا، يبقى use more solar energy to stop pollution. عايز تقولها using هيبقى معناها استخدام، فلازم تجيب فعل. هتقول استخدام الطاقة الشمسية يساعد، هتبقى جملة كاملة. زي لما اقول لك كده eat to grow up، كل لكي تكبر، انما انا عايز اقول لك ايه، الاكل يجعلك تكبر، تكبر يعني. يبقى eating makes you grow up، makes you لازم تحط فعل. واللي بعديها برضو بيقول لي she not all the metal to recycle her bike. اه
she removed، يعني الاولد ميتال اللي عندها في البيت مثلا خلاص او من العجله شالته علشان تعمله ريسايكلينج. تعيد ماشي تدوير بيج مستر، 18. هي بيج كام؟ احنا دلوقتي بيج 28 كونكتور كونكت بلس. كونكت. Read and chew the correct صح. هل انا يا answer. مستر؟ هل هل مين انا ده يا كمان؟ مستر؟ ما تقعد في اي حته انت راقد. توني انا وسيرتي يا مستر مش حلنا، كانت homework يا مستر. طيب لا يا مستر، 29. كانت لا يا مستر. Last week I had some homework. I worked with my Bella Mar. هتبقى ماشي ايه؟ حلنا. With my friend. From. مستر على ناس بيتش 26 ولا 27 ولا 28؟ معلش نكمل دول يا جماعة. حاضر. I sent him a message. My friend did research on his tablet. He did a research on his tablet. بعد كده online bullying. نكتب سوا كده يا جماعة. bullying. اكتب معايا كده. When you are online, you should be careful. You طبعا بنسيب space. ها. When you are online, you should be careful. You shouldn't accept. يجب أن لا تقبل messages from people من الناس you don't know من الناس اللي ما تعرفهاش. ما قدامك اهي messages. When you have a problem you should ask for help from your parents or teachers. Don't bully anyone. Don't give your personal information to anyone. Only speak or talk, only talk with people you know. للناس اللي انت ايه تعرف. هنبعت على الجروب. كان ننجز يا جماعة نحل أكتر. يلا أبو جميل، يلا أبو جميل. وات يلا يا ماي. What are what are you what are you doing what are you doing comma Dahlia what are you doing Dahlia بعد كده punctuation in China capital خلاص كده نيجي اللي بعده ماشي.
هبعت كل الحصص دلوقتي، هبعت كل الحصص. ماشي يلا يا ابو جميل. Read and choose. You need to wear a A when you ride a bike. It protects your head. Helmet. Computers are very important. We use computers to share information. When we ate the polluted air, we cough and feel sick. Breathe. I know a lot. خلاص بقى. I know a lot about chameleons, but I need to do more research. Don't copy information. Find ideas. دي طبعا free. Yesterday, لما يجي يقول لك write about a picnic in the park. اكتب عن نزهة انت رحتها في البارك. هتقول yesterday we had a picnic in the park. We went to celebrate our friend Nader's birthday. We played hide and seek. Nader was the seeker. ممكن يقول لك ايه write about hide and seek اللي هي الجيم دي. He closed his eyes and counted to 10. We had and Nader tried to find us. Nader found Mona and she became the next seeker. Ali was the winner because he was the last one left. We enjoyed the picnic so much. But ازاي ايه؟ هو لقينا هو بقى السكند سيكر. We had a picnic last week. False. دي false. Who was the first seeker? Who was the first seeker? علي علي بس يلا يا ابني. نادر يبقى نادر was the first seeker. هتكتبها نادر. Who was the winner? علي. بعد كده كمل نكمل برضه في ايه. I go to the school. I go to school in the morning. I do my homework. I like to do it on my computer. I do research about crops in Egypt. There are many like wheat and rice. بعد كده بيقول لك my first day at grade 4. هنكتب سوا. ماي طبعا بتسيب انت مسافة. ها انا عندي الكمبيوتر بس لازم ايه كده. ماي فيرست داي ات جريد 4 wasn't good لم يكن جيدا. اي ونت تو ا نيو سكول. اي didn't know anyone. I missed my old friends. I was a little nervous. كنت متوتر. I wore my new uniform. I liked my math teacher. مستر مش نرفز يعني عصبي؟ متوتر يعني. He was helpful. He talked to me. I didn't feel nervous again.
نيرفس متوتر قلنا. مسد افتقدت. هو انا هجاوب على مين ولا مين؟ ايوه يا حبيبي. نعم. الايه؟ هي اكيد هي يعني. ماشي ماشي يا بكتب بالكيبورد يعني. بسرعة يا بابا، اكتب على الجروب يبقى كمله. مستر احنا عندنا بكرة درس. لا بعد كده، اوكي. انت مش كنت حاضر وانا بقول؟ اه بكره لا. اجازه. بعد كده يو، يلا يعني ادم يو، مستر بكرة ما يلا فيش يا حصة. شريف، يو نيد، لا يو نيد تو وير a helmet. On your bike. يعني مش دي مستر حاجة. حضرتك بكرة ما فيش حصة؟ لا إله إلا الله. واحنا بنحل يا جماعة ولا احنا في مواضيع تانية دلوقتي؟ Wear a helmet on bike. بكرة أجازة، بكرة ما فيش، بكرة ما فيش، هنرجع يوم الاثنين. خلاص؟ A helmet on bike. نيجي للي بعده. أمين لينك تو بيسز اوف وود توجذر. يلا يا أمين لينك تو بيسز اوف وود توجذر. هي اي ذم. He connected. وصلهم. I had a A with my friend to plan the presentation. I had a chat. Chat. Marwa is A. She wears a jacket and a cap. حرانة فلابسة كاب وجاكيت؟ أمال لو بردانة هتعمل إيه؟ Too cold. The word rain has the same sound. علي الشافعي. As the word rain. Rana walks to school because her school is near. يبقى دي 3. بعد كده most people like to live near rivers. But Bedouin people prefer to live in the desert. بيفضلوا يعيشوا في الصحراء. They like to live in the open areas. They eat beans, lamb, dates, and bread. طبعا لام اللي هو لحم الخرفان. Bedouin people drink the milk of animals like cows and camels. Bedouin people live in a tent. The tent is usually made of animals' hair. Bedouin people are very special. They have beautiful clothes, delicious foods, and nice songs. Bedouin people live in open areas. ايوه يا بابا. They like to live in the open areas. اقرا كويس. هم بيفضلوا يعيشوا في الصحراء. هو بيقول لك معظم الناس تحب تعيش قرب النهر. البدوين مخصوص بيحبوا يعيشوا جنب الايه؟ الصحراء. Why are Bedouin people special? They have beautiful clothes, delicious foods, and nice songs. What do Bedouin people eat? They eat, they ate beans, lamb, dates, and bread. بعد كده كمل يا علي الشافعي. قال مخرج. Farmers, مروان. Farmers in Egypt are good people. They eat crops, grow. Crops need اتحفني بغبائك. يلا. water.
The high ايه؟ دام. بعد كده look and write. Zoo family with t-shirt و animals. اكتب يا حبيبي. Last week I went to the zoo. I went with my family. We went by car. بس يا حبيبي. We went by car. We had sandwiches and juice with us. We saw many animals. The elephant was the biggest animal. The giraffe was the tallest animal. We fed, يعني أطعمنا. We fed the animals and birds. We were very happy. بعد كده children كمل يا مروان. children can spend many hours more on their computer. بعد كده في ريال عبد العزيز full stop. يبقى عبد العزيز هي اللي ايه؟ كابيتال. سلم عليك. مستر عبد العزيز ليتو بكابيتال. عشان هو اسمي يا حبيبتي عبد العزيز. بعد كده I go school. يلا يا فيروز. أيوة I go school a foot. On foot. On foot. The bird was very hungry. It took a big ear of cheese. Bite. The itkins. Bite. Nada ate up at 8 o'clock yesterday. Got. بعد كده. Yeah, Yemen. Egypt made the longest beach cleanup in sea. يبقى in Alexandria in 21. I am helping stop air pollution. A. I use energy saving light bulbs. Huh? Energy saving light bulbs. اللمبات الموفرة. كحك are delicious cookies. 3. بعد كده the internet is an important part of our life today. We can use the internet. لو جاء لي اكتب عن الانترنت. We can use the internet to do shopping, play games and learn things. The internet helps us do homework. If we want to do research, we can look at a lot of websites and find information. You can find some nice pictures too. However, many people can use the internet for many hours
every day. When you use the internet so much, this may not be healthy. You don't get much exercise and you may get a lot of weight. A lot of weight يعني وزن كتير. We use the internet for many things, طبعا true. How can the internet help you do your homework? Your homework, يبقى نقوله كده. فين فوق؟ The internet helps us do. If we want to do research, we can look at a lot of websites and find information. بعد كده why is using the internet too much unhealthy. او بص الجمله ديت، بص يا يمن الجمله هي ديت، بيقول لك ايه using، المفروض نقول using the internet. هقول ايه بقى؟ is an unhealthy، يعني دي مش الاجابه، دي كده مش الإجابة. أنا بقول لك ليه قلت using مش use، لأن هو في verb هنا is، استخدام الإنترنت. إنما أقول لك إيه بقى، use the internet، استخدم الإنترنت to do research، علشان تعمل إيه، بحث. يبقى هنا using معناها استخدام، هنا use معناها استخدم. يعني أنا ينفع أقول don't use، إنما ما ينفعش أقول don't using. Why is using the internet too much unhealthy? Because you may get a lot of a. صح كده؟ هتدخل. A lot of A, مستر. مستر حضرتك قفل المايك. كنت بعطس معلش. A lot of A, مستر. Last week we went to visit my uncle. He lives. مين اللي عليه الدور؟ لارا كتات. Last week we went to visit my uncle. He lives by the. معاك الملزمة حلي. lives by the A. يا لارا. lives by the sea. السؤال اللي قبل ده يا مستر كان ايه؟ يعني a lot of عايشين جنب البحر. ايه السؤال اللي جنبه؟ اللي قبله اهو. Because you may get a lot of weight. هندخل. لارا انت معايا ولا لا؟ We went by car. We ate and made. مريم. We ate and made a. مستر مريم، هو مريم الشيخ ولا مريم الأنصاري؟ مريم اللي كاتبة مريم بس. تمام يا مستر. وي وي سوام وي سوام. مشكلة تنفع يعني، أنا عادي ممكن أروح البحر، بس هو قال لي ما اكلناش ايه، بس طالما رحنا البحر تمام، يبقى وي سوام. اند ميد كاسلز. كاسلز ماشي. اند اويسز ان ايجيبت، واحه في مصر.
مش كل وقت الهزار فيه حلو كده، نبقى عالم خايبة. طبعا ما ننساش نكتب العنوان An Oasis in Egypt، هنكتب كده، سيب مسافة الأول. There are many oases، ما تنساش oases اللي هي الجمع بالإي، an oases in Egypt. They are good places to live although يعني بالرغم من، they are in the deserts. One of the most famous oases is Siwa. Is Siwa Oasis. Many people live there. There are a lot of palm trees. Palm trees اللي هي النخيل. Houses there are cool. ذات جو لطيف يعني. تمام؟ There are many lakes بحيرات and springs ينابيع. خلاص ثواني يا مستر. حاضر بعتها. ايوه، ما عشان الناس، في ناس ما عرفتش تحضر. What دي طبعا، what makes us special، ماذا يجعلنا مميزين؟ منى وكويشن مارك، مفيش حاجة تاني. بعد كده حبيبي وانا بديكوا حقن، الامتحان ما بياخدش حاجة. يلا يا مريم، مريم اخترقية. It was raining when I ate school. went went I use the A to make calls. cell phone cell phone. People who write movies and stories are called called Mr. Number A authors. لا، musicians دي موسيقيين. كاراتي بلايرز لاعبي كاراتيه. engineers مهندسين. authors مؤلفين. What should I do? do? In Egypt, we make a lot of movies and many are famous. We have عاوزين مثلا مين؟ ريتال. ريتال عبد اللطيف. بحضرتك يا مستر. We have A who won important prizes. كاراتيه. يا سلام، we have كاراتيه. خدي شوية. قصدي authors مؤلفين، عندنا مؤلفين فازوا بجوائز. كاراتيه ازاي؟ and of course we love sports. anyone who loves A knows the name. ايه ده؟ ها؟ anyone who loves دي اللي كاراتيه بقى، كاراتي بقى. anyone who loves karate تمام. knows the name of one of very
دي فيمس، ما اعرفش ايه اللي دخل الافلام، فيمس. ايه اللي دخل الافلام في ريال عبد العزيز دي، ما اعرفش. What time does the train، بسرعة يا جماعة كده، leave to Tanta. Erosion، erosion ده اللي هو الايه، التآكل. Erosion takes، يا فين، takes nutrients from the soil، بياخد المواد الغذائية من التربة. The trash can kill sea animals، القمامة، trash القمامة، دي 3 ممكن تقتل حيوانات. We should clean our beaches. انت عم بتقول يا شريف erosion ده اللي هو تآكل تربة او الكلام ده. Many people think that social media is bad for us because we spend too much time on it. الناس بتقول السوشيال ميديا دي سيئة عشان بنقضي عليها وقت كتير. They also believe that we are not safe online. بيقولوا ان احنا مش كويسين او مش في امان اونلاين. On the other hand، من ناحية اخرى، some people think that it's great and fun. Social media is a good thing، هي حاجة كويسة. But we should be careful and stay safe online. يجب أن نبقى حريصين ونظل بأمان. Many people think that watching too much TV is not a good idea. It wastes our time. ده بيضيع وقتنا. Because we can spend many hours watching it. In my opinion، في رأيي، watching too much TV can be useful. ممكن يبقى مفيد to learn what is going on in the world. But we shouldn't let it waste our precious time. المفروض ما يضيعش وقتنا. The underline useful means good. The text is mainly about، الموضوع عن ايه؟ social media. Give one reason why social media is bad. Is bad. Because we spend too much time on it. دي اجابتها. هو عايز سبب واحد. Why do people think watching TV is a bad idea؟ ثواني فين؟ Many people think that watching TV is not a good idea. It برضه it wastes our time. دي 4. بعد كده قول يا خيري. I feel، لا I don't feel، مش I don't feel today very well، لا I don't feel very well today. بس انت لو قلت I don't feel today، انا مش حاسس بالنهارده. ايوه يعني النهارده ده كان بيزغزغك يعني ولا ايه؟ بس There is a big a big shopping mall shopping mall in our city. بعد كده people fast people fast during during in the day. لا during the day، أثناء اليوم. ماشي in رمضان punctuation و full stop. بعد كده الإيميل، الإيميل from علي to، طبعا هو إيه اللي علي at yahoo dot com to، بيقول لك ابعت لعمر، ايميله اهو عمر at yahoo.com. ممكن علي نركز عليه بلاش خيابه. subject يا اما تكتب له عن branches يا اما reptiles، عن الافرع يا اما reptiles الزواحف، نكتب له عن الزواحف. لا ما فيهاش بقى دي، خلاص العنوان بتاعك وعنوانه الالكتروني بس.
ات ياهو زي جيميل كده. هو قايل لك ياهو اكتبه زي ما هو. دير انا باعت لعمر، يبقى دير عمر واعمل كاما كده وفوقيها نقطة. ما تكتب يالا. زي فول ستوب معناها ايه؟ هتكتب كده المقدمة الأول. I am happy to send this email. أنا مبسوط إني بكتب لك الإيميل ده. وأرجع من أول السطر. How are you؟ كيف حالك؟ This email is about reptiles. They are هي cold blooded. cold blood لا ده احنا اللي ور هم من ذوات الدم البارد. قلت بعضه دي يا مستر. cold blooded animals يبقى بارده، درجتهم بتقل بيبردوا. حبيبي ايه ما اسمهم cold blooded؟ ما نقاوحش بغلط. احنا اللي ورم، احنا ورم مش من احنا من ذوات الدم البارد. احنا باردين، انا بشوف ناس باردين بس انت بارد يالا. They are cold blooded animals. They live on land، بيعيشوا على الارض. or water. they are dangerous، هم خطيرين زي البورس كده بتاع البورس. they are dangerous. snakes and crocodiles are reptiles. طب انت كتبت ايه بقى وريني كده. طب بص احنا فين بقى كتبنا قد ايه وانت قاعد. snakes and crocodiles are reptiles. best wishes واكتب كده، لازم لازم يبقى بالمنظر ده. best wishes واكتب اسم علي. best wishes علي. مش في الايميل يا ابني اسمه علي؟ اهو بإذن الله زي ما قلنا بكرة أجازة، هتحل هومورك من 13. قاضي يا حبيبي قاضي يا بابا، اكتب الهومورك من 39 وانت في أجازة بقى لغاية 44. مستر هو 39 هو نفس الحاجة. 44 حبيبي مشكورة. باذن الله. ايه يا هو مستر؟ العيد، العيد معروف، هتصحى الصبح تصلي العيد، تروح تاكل لك شويه كحك وبسكوت، تمام، هتروح تنام تاني خلاص، بعد كده هتنزل على الظهر تلعب مع اصحابك، تلم العيديه اللي لجده، الحاجات دي اول يوم. كل الكلام ده بيتعمل، كل الكلام ده بيتعمل في اول يوم. تاني يوم مش هتلاقي حاجه تعملها. حل انجليش بقى. بعد حل كحك في السرير. لا يا مصر نقعد ناكل كحك بقى ونلعب. يلا كل سنة وانتم طيبين.
طيب طيب يا طيب مستر، طيب يا مستر، طيب يا مستر، مع حضرتك طيب، حضرتك طيب يا مستر، عيد سعيد، حضرتك طيب يا مستر، عيد سعيد، إن شاء عيد الله، سعيد، كل سنة وأنت طيب يا مستر. خلاص، عيد أسعد، أسعد وحنا.